أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صلى المسلم وهو على جنابة ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة فماذا عليه؟ إلا بعد انقضاء الصلاة عليه أنه يغتسل ويعيد الصلاة، عليه أنه يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة، لأن صلاته الأول ما هي صحيحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.